عشرتك يعني وصداقتك وعشرتك مع ابو خالد 35 عام تقريبا. شلون كانت الموضوع؟ شو يعني في فرق بالعمر بينك وبينه صح؟ صحيح. شلون صار الموضوع؟ فالموضوع انا من عمري وانا صغير يعني اسمع له كمستمع يعني ومحب للفنان هذا. ف التقيت فيه سنه 88 تقريبا بالنظائر، وكان يعني انا بالنسبه لي انا ما كنت مصدق اني اشوف واحد احبه من زمان. المهم شفته وسلمت عليه وما توقعت اني اشوفه بنفس اليوم باليوم هذا. فشفته فحتى اذكر يعني من حبي له ما استحيت منه، قلت له انت عبد الكريم عبد القادر بنفسك؟ قال لي اي انا عبد الكريم بلحمه وشحمه. فقال لي، قلت له والله انا ماني مصدق. قال لا اقعد اشرب ماي استهدى بالله وقعد. فقعدت يعني مرت الايام مرت السنين فتقربت منه، وكل اسبوع ازوره بالمكتب ما لحد ما توفى الله يرحمه. ازوره يعني بالمكتب هذه يعني زياره رسميه لي يعني ما اقطعها. ما تقطعها يعني كنت اسبوعيا تروح تزوره؟ اسبوعيا اقعد معاه ساعه ساعتين وبعدين امشي على طول. صحيح. انت كنت في البدايه يمكن تستمع له وانت في عمر اصغر. نعم. قبل لا تلتقي فيه. نعم. يعني كم كان عمرك تقريبا؟ والله 10 سنين اقل. لا لا 6 سنين تقريبا. شو كنت تستوعب الكلمات واللحن؟ والله شوفي الوالد والوالده الله يرحمهم يقولون شلون انت تعرف الكلمات؟ شلون تعرف الالحان؟ شلون تفهم له؟ قلت له والله خلوني بس اشوفه بس. هذه طريقتي يعني. اذا واحد يعني اذا حبيت شخص خلاص ما حد يمنعك عنه. بس كنت مستوعب الكلمات والاغاني ترددهم تغنيهم؟ تقريبا اي تقريبا يعني بالعمر هذا تقريبا يعني صار عمري تقريبا 10 سنين استوعب الكلمات. استوعب بعض المرات يعني يقول كلمات ماني عارفها، اسال الوالده الله يرحمها، اسال الوالده الله يرحمها يعني بالشغلات هذه وهم يقولون. منو كان يجيب لك الاشرطه والصور ويوديك تشوفها؟ اي هذه الوالده الله يرحمها رحمه الله عليها. يعني بعض المرات اقول لها جيبي لي اشرطه وهذا، فتقول لي ما في شيء نزل. قلت لها جيبي لي غلاف فاضي لحتى كانت في صورته هاتيها لي. قالت خلاص مو مشكله يعني عنيد. فمشت الايام هذه وتعرفت عليه يعني بالشغلات هذه. صحيح.